عنده حساسية تجاه السيارات ما يتفرجش على الفيديو، لأنك راح تشوف فيراري إيطاليا، كاليفورنيا، بنتلي، وفي كمان وراها بنتلي. عم نحكي بسيارات بقيمة مليون لمليون ونص بأقل تقدير. هاي السيارة آيكونيك في عالم فيراري. كاليفورنيا أنا بعتبرها من أحلى سيارات فيراري، بنتلي الاس يو في الجديدة، وكمان بنتلي سبور. هشوفهم من جوا. هاي هي من جوا السيارة، واضح جدا الفخامة، واضح جدا ان السيارة للأسف كان معتنى فيها كتير وشاءت الأقدار انها يصير معها حادث. خلينا نشوف كاليفورنيا مسكرة، هنشوف البنتلي، البنتلي فاتح فيها كل الايرباجز برضه مسكرة، بس البنتلي الأخيرة هي اللي فاتحة أظن إنها ملزة برضه مسكرة للأسف. وهي في كمان بنتلي ورا، يعني عم نحكي عن خط كامل من أكثر السيارات الرفاهية والفخمة في العالم. انا عم بتخيل بس هاي هلا رح تنباع قطع او تنباع سكراب او تنباع زي ما هي وتتصلح، بس بمبلغ خرافي ما تتخيلوا قديش رح يكون هذا المبلغ، ولا رح يكون اساسا يعني بسيط لدرجة انه واحد يكتب لي هلا بالكومنتس اذا للبيع او لا، زي ما صار معي في المرسيدس جي تي اس، الناس صارت تبعت لي اذا للبيع ولا لا. يعني السيارات مثل هاي لو نزلت عليها المطر بضل سعرها فيها.